عاوز اقول لك يا برنس ان نادي الزمالك عامل قلبان عند اللي ما يتسمه. نادي الزمالك عامل قلبان عند اللي ما يتسمه. نادي الزمالك عندهم في قنواتهم بيهاجموا نادي الزمالك. انت نفسك دلوقتي قاعد بتقول ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي دخل علاقة ده بده؟ يا باشا نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك رفضت عرض بملايين الملايين 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 الملايين. اطلع معايا اطلع معايا لفوق. رفضت عرض اللي ما بيترفض. شوف في فرصة كده بتيجي في العمر اللي هو ايه، عرض ما بيترفضش. الإدارة رفضت من أجل إخواتنا ومن أجل جمهور نادي الزمالك اللي كان في المدرجات. رفض الراعي ده، وانت عارفه هو راعي بتاع المياه الغازية يعني، ماشي. ولكن يا برنس هخش لك في التفاصيل والكلام الجميل، وهخش لك برضو على نادي الزمالك لازم يجيب صفقتين، في صفقتين كده هندردش كده يعني مع بعضينا على قصة نادي الزمالك، يعني قصة الصفقات اللي هو عاوزها في الصيف اللي جاي. ولكن ما تنساش اللايك بتاعك بقى، اللايك بتاعك كده، عاوزين نوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. يعني انت وزوجك انزل فرتك اللايك، ولو انت اول مره شفنا تابعنا يا برنس تابعنا بقى وصلى على سيدنا محمد. بص يا برنس، شركه المياه الغازيه دي انا كلمتك عليها قبل كده، ولكن نادي الزمالك اتعرض عليه مبلغ خيالي. حط نفسك مكان اداره نادي الزمالك، حط نفسك مكان اداره نادي الزمالك، اتعرض عليك ملايين الملايين، وانت اساسا في عرض جنيه، وانت اساسا في عرض فلوس ازمه ولعيبه والكلام ده كله، واتعرض عليك العرض ده. هما التانيين بيدوروا على الانديه الشعبيه عشان يحط عليهم اسمهم عشان يرجعوا تاني للسوق. فمين الانديه الشعبيه؟ اهلي وزمالك. الاهلي ايه كده كده عنده التيشيرت بتاعه مليان رعاه. مين هما؟ بص هما بينقوا الانديه اللي عندها ازمه ماليه، اللي عندها ثغره يعرفوا يخشوا منها، فعمال يضغطوا على نادي الزمالك بالفلوس، وفلوس بالدولار، يعني الرقم يا جماعه خيالي. فاداره نادي الزمالك الموقف اللي عملته ده موقف تاريخي، انك ترفض عرض بالحجم ده وبالقيمه ده من اجل اخواتنا، وده انا معاه اخواتنا هناك. ربنا يكون في عونهم، ربنا يكون في عونهم، وربنا معاهم. ولكن اللي نعرف نعمله بنقدر نعمله، واللي عملته إدارة الزمالك ده موقف عظيم، وأنا كلمتك عليه على الموقف ده قبل كده. ولكن المرة دي بقى اللي ظهر إيه؟ إن التلفزيون بتاعهم بدأ إن هو يهاجم نادي الزمالك، بدأ إن هو يهاجم نادي الزمالك، رفضوا عرض مش عارف إيه، مش عارف. مش هتعرف يا جماعة التفاصيل الصغيرة دي تفرق معاهم، هما بيتجننوا. ما هو يا جماعة بيجيبوا فلوس منين؟ عشان اللي بيشرب، اللي يشرب الحاج ساعة ولا بتاع ده، لما انت تشتريها فهو ايه ياخد الفلوس يعمل اللي انت فاهمه، عشان ايه الفيديو كده. ولكن القصة موقف تاريخي، موقف تاريخي. هنتكلم كده بس نقطتين كده على السريع على قصة الصفقات والكلام ده. يعني نادي الزمالك خلينا نتفق ان هو عنده في الحتة الهجومية في نقص، وجوميز مش مقتنع بالجزيري خلاص، بقت باينة يعني، ماشي. وناحية الشمال مصطفى شلبي اه موجود، ولكن نادي الزمالك لو دخل الصيف اللي جاي، لو دخل الصيف اللي جاي هيجيب كام صفقة ببلاش ببلاش وصفقات حلوة؟ لا يا باشا، وفر فلوسك، وفر فلوسك وهات لك صفقتين يخلصوك الدنيا، مهاجم وجناح، مهاجم وجناح، وفر فلوسك. ونفس الكلام للأهلي، بس الأهلي يعني الأهلي صفقاته محدودة، يعني هو واحد اتنين بكتير قوي، ولكن بتكلم في قصه الزمالك دلوقتي. يعني نادي الزمالك توفر فلوسك وتقدر تجيب صفقتين يحلوا لك اللغز اللي في الناحيه الهجوميه ده، اللغز اللي هو انت تحسه اللي هو معقد كده، انت مش فاهم افهم من وشه، اللي هو القصه الهجوميه اللي هي برضو عند النادي الاهلي. والاهلي لقاها في مين؟ في وسام ابو علي. ولكن وسام ابو علي قصه اصاباته، لا عنده اسامه ابو علي وعنده موديس وعنده كده وعنده، ولكن الاهلي بدا ان هو يحلها. القصه بقى عند نادي الزمالك. نادي الزمالك فهو لازم يبدا شغل من دلوقتي، ويبدا يخطط من دلوقتي ان هو يشوف ان هو يدور على مهاجم جوميز اللي يختاره. ما يا جماعه الصفقات كلها اللي جت الجديده ديت ال 11 صفقه ولا ال 10 صفقات جوميز مش مختارها، هو جه لقاها. فالراجل ده
النادي الزمالك باين معاه ان هو اتحسن شويه، فلما الراجل ده بقى اختار لعيبته ورجالته اللي في الملعب هيفرق جامد جدا جدا مع نادي الزمالك. فالراجل ده اختياراته لازم ان الراجل ده باين في شغله، يعني انا لاحظتها باينه قوي. فما تنساش اللايك بتاعك. سلام.